أسعار الطاقة ترفع زخم حركة الاحتجاج، وبسترات صفراء فسفورية عاد متظاهرون غاضبون إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى وسط تقديرات بمشاركة نحو 80,000 شخص في الاحتجاجات. المتظاهرون دخلوا في مواجهات مع الشرطة خاصة في العاصمة باريس، مع مشاركة الآلاف في مظاهرات تحركوا خلالها إلى مواقع حساسة مثل الشارع الفارسي الشهير الشانزليزيه. منطقة قوس النصر غطاها الدخان الكثيف، وأظهرت لقطات مصورة انفجارا بعدما أضرم المتظاهرون النار في كشك متحرك. مشهد المواجهات تكرر في ساحة الكونكورد، وهي من المناطق التي استهدفها المحتجون مع محاولتهم الوصول إلى قصر الإليزي. إن الحكومة تأخذ كل شيء منا، نحن ندفع ضرائب كثيرة. الأمر لا يقتصر على فرض ضرائب فقط، بل الإفراط في الضرائب. الشرطة الفرنسية التي أرسلت لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الإليزي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين. المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها الموت للضرائب لإظهار رفضهم وغضبهم تجاه ارتفاع الضرائب على الوقود وسياسات ماكرون الاقتصادية. التكاليف مرتفعة، لقد سئمنا من دفع الأموال طوال الوقت، هذا غير ممكن. وتشكل الإضرابات تحديا كبيرا لماكرون المأزوم، الذي يتهمه المحتجون بالرئيس المؤيد لمجتمع الأعمال باللامبالاة إزاء معاناة المواطن الفرنسي العادي. ماكرون يصر على أن زيادة ضريبة الوقود هي بمثابة ألم ضروري لتقليل اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري وتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.